تشهد بغداد وأنقرة نشاطاً دبلوماسياً متسارعاً تجسد بزيارات متبادلة للوفود الوزارية خلال الساعات الأخيرة، أهمها زيارة وزير الخارجية التركي إلى العراق، تزامنت معها زيارة لوزير النفط العراقي إلى تركيا في وقت تسعى فيه أنقرة لتدشين مرحلة جديدة من السياسة الخارجية حيال العراق. ولعل أهم وأبرز الملفات التي تتصدر مباحثات العراق وتركيا هي استئناف صادرات نفط كركوك وأقليم كردستان إلى تركيا وأوروبا عبر جيهان، كانت قد توقفت بسبب خلاف حسمته محكمة باريس لصالح بغداد. وتسعى تركيا للتفاوض على حجم التعويضات وضمان الاستفادة من الخصم الذي تمنحه بغداد لأنقرة على النفط الخام بعد استئناف التصدير. في المقابل يأمل العراق استمرار مضاعفة تركيا لإطلاقات المياه لنهري دجلة والفرات لدعمه في مواجهة أزمة جفاف لم يشهدها بلد الرافدين من قبل، تسببت بمحو بحيرات تاريخية وتحويل الأهوار لمستنقعات لا حياة فيها، وحولت أراضي زراعية إلى صحراء قاحلة بسبب تخبط الحكومات المتعاقبة في سياساتها المائية بعد العام 2003. التعاون الأمني والعسكري المشترك ومواجهة التهديدات الإرهابية ونشاط تنظيم البككة الإرهابي في المناطق الحدودية ملف آخر من بين أبرز الملفات التي تنتظر الحسم في المباحثات العراقية التركية. ويواجه البلدان تهديدات مستمرة بسبب التنظيم الذي يتخذ من المناطق الجبلية والحدودية مقرا له، وقد أعلنت أنقرة أخيرا تحييد أكثر من 1060 عنصرا من البككة منذ مطلع العام الحالي. يبقى الملف الوحيد المتفق عليه بشكل كامل بين بغداد وأنقرة هو مشروع طريق التنمية الرابط بين البصرة الخليج العربي الأراضي التركية. يسعى البلدان إلى المضي بخطوة إنشائه سريعا لما له من أهمية تنعكس إيجابا على دعم اقتصاد البلدين الجارين. ولا يفوتنا التذكير بانتعاش حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي تخطى 15 مليار دولار العام الماضي، بينما حل العراق في المرتبة الأولى كأكبر مستورد للمواد الغذائية في النصف الأول من السنة الراهنة.